السلام عليكم ورحمة الله، معكم سعيد من قناة أبدأ واستمتع. النهاردة بنتكلم عن موضوع إزاي يكون عندك صندوق بريد في أمريكا، وطبعا الموضوع دوت هيكون مهم جدا للناس اللي عايز تشتري من أمازون ومن إي باي ومن أي مكان في أمريكا هم عايزينه، والحاجة هتوصل على صندوق البريد وتجيلك لأي دولة عربية، اللي طبعا مع الأسف في خدمات كتيرة جدا ما بتتبعت لهاش، وفي منتجات كتيرة ما بيكونش ليها شحن لأي دولة عربية. النهاردة أنا بمشي معاكم خطوة خطوة وبوريكم ازاي تعمل بريد، يكون لك صندوق بريد في امريكا، تمام، وتقدر كل منتجات تشتريها من اي باي او من امازون تروح لك على صندوق البريد. هنخش على موقع myus.com، تمام، وهنعمل اكاونت، تمام. الموقع مجاني خالص، اي بند بتشتريه، تمام، بيجي لك على صندوق البريد اللي هو هيديهولك بالمجان اهو. نعمل طبعا انت عشان تعمل تخش ساين اب، انا هنا عشان عامل حساب هخش ساين ان، تمام اهو، اخش ساين ان، اخش على الحساب بتاعي. طبعا الموضوع ده مهم جدا للناس اللي بتحب تشتري من امازون واي باي بشكل كبير. الميزة كمان في الموقع هنا ان انت مش هتشتري ايتم ايتم، لا، انت كمان ممكن تشتري عدد كتير من الايتمز وتحطهم كلهم مع بعض وتبعتهم مرة واحدة، فكده انت بتوفر فلوس الشحن بدل ما تشحن كل حاجة لوحدها، وبتوفر فلوس الجمارك واي رسوم تانية عليها. بتخش باليوزر نيم والباسورد اهو، ادي الواجهة بتاع البرنامج، تمام. هنا هو بيوريك ان انت ليك بريد الكتروني امريكي وليك صندوق بريد، وده رقمه اهو فلوريدا، تمام. ده بتقدر تحطه في اي مشتريات انت عايز تشتريها، بتروح لك لصندوق البريد بتاعك، وبعدين بتدي اوردر لصندوق البريد تقول له ابعت لي على العنوان اللي انت هتحطه بعدين، سواء في مصر او في السعوديه او في الكويت او اي دوله عربيه. على سبيل المثال اهو، تخش على حسابك في امازون ونجرب كده اهوت ونشوف خيارات الشراء. هتخش طبعا انت هنا اهوت على الادرس بوك بتاعك وتسجل العنوان الامريكي اهو، زي ما انت شايف ده العنوان الامريكي بتاعي، خلاص كده اهوت. طول ما انا واقف عليه اي حاجة هتشتريها تروح دايركت لصندوق البريد الامريكي، ولما توصلك هم يبعتوا لك اشعار ان في حاجة وصلت صندوق البريد، عايز هتجيلك ولا لا اهو. طيب فرضنا انا اخترت صندوق البريد العربي اللي في دولة عربية اهو، وقلنا اوكي. طبعا انا كنت داخل في الاول بصندوق البريد الامريكي اهو. تعالى بقى حاول تشتري، هيجيب لك خيارات، يقول لك ان الحاجة ما ينفعش تتشحن عليك لان انت داخل المفروض بصندوق بريد امريكي وغيرت الادرس بتاعك بقى دولة عربية. ودي المشكلة اللي الناس كتيرة بتواجهها، ان هو لما يجي يشتري حاجة يقولوا لا الشحن غير متوفر للدولة العربية اللي انت عايزها، او ان الشحن متوفر ولكن بمبلغ كبير جدا، يعني بتبقى مثلا بتشتري حاجة ب10 دولار وتتفاجئ ان انت عايز تدفع لها حوالي 20 دولار شحن او اكتر اهو. نقول مثلا شراء اهو، هنا هو طبعا بيديني ايرور وبيقول لي انت كنت داخل بصندوق البريد الامريكي ودلوقتي انت غيرته وبقى صندوق بريد عربي دورة عربية، فبالتالي لازم ترجع تاني وتعمل بحث من جديد بالدولة العربية اللي انت غيرت ليها صندوق البريد اهو. زي ما انتم شايفين بتخش تاني على خيارات الادرس بوك، تمام، وتحدد اهو البريد بتاع امريكا وتقول له اوكي وتعمل شراء اهو. تقدر تشتري هنا اهو، بتغير بقى هنا اهوت، تقول له ارسلي الى صندوق البريد الامريكي، تختار صندوق البريد الامريكي وتعمل متابعه كونتينيو. زي ما انتم شايفين هيكمل عمليه الشراء عادي جدا اهو، وقال لك ان انت عندك 30 يوم تجربه للبرايم اللي هي الامازون برايم، دي الحاجه بتوصلك في اقل من 48 ساعه تكون عندك. طبعا البرايم ده بيبقى في امريكا بس، انما اي دوله تانية مش موجود، تمام اهو. نيجي بقى نشوف المايو اس ان هو والخيارات بتاعتنا. احنا زي ما احنا شايفين احنا دخلنا اصلا على الخيار المجاني اللي هو سنجل باكج، زي ما انتم شايفين يعني واحدة بواحدة تشتري حاجة وتتبعت لك على طول لصندوق العنوان بتاعك، وده فري زي ما انتم شايفين زيرو. طيب
انا مش عايزها زيرو، انا محتاجها تكون بريميوم عشان اقدر ابعت كذا باكج وكذا ايتم في نفس الوقت. في الحالة ديت هتختار بريميوم وهتدفع 10 دولار في الاول وبعدين 7 دولار كل شهر، ده لو انت هتدفع بشكل شهري مانثلي. لو هتدفع بشكل سنوي اهو هتدفع برضو ال10 دولار الاول اللي هو رسوم التسجيل و60 دولار في السنة. طبعا الميزة دي مهمة جدا جدا لان دوت بيوفر عليك كتير اوي. انت ممكن تشتري 10 بنود مثلا وتجمعهم كلهم خلال الشهر وتبعتهم لعنوانك مثلا في مصر او في السعودية مرة واحدة، فده هيوفر عليك كتير جدا في فلوس الشحن وفلوس الجمارك. ده الخيارات اهوت. وبعدين بتعمل دفع وتبقى انت كده عندك الاشتراك بريميوم. عشان كده اشتراك بريميوم ده اللي انا بوصي بيه لانه مهم جدا للناس اللي بتشتري حاجات كتير من الامازون والاي باي. انا اهوت بيديك خيارات الشحن. هنا اهوت بقى بتحط العنوان بتاعك انت في الدولة العربية اللي انت عايزها، تمام؟ يعني لما الحاجة توصلك صندوق البريد تمام في أمريكا بتديهم أنت العنوان بتاعك بتاع مصر أو بتاع السعودية أو الكويت، وبعدين لما الحاجة توصلك تديهم أمر إرسال، فتقوم على طول بعتلك الحاجة على الدولة العربية اللي أنت فيها. وهو بيديك أهوت. طبعا هو زي ما أنت شايفين الخيار، أول خيار فوق هو الأقل تكلفة، وبعدين عندك الدي اتش ال والفيديكس واليو بي اس وغيرها. ولو عايز ايرجنت بتختار ايرجنت، وهنا هو بيديك خيارات الايرجنت. طبعا بيبقى فيه تكلفة زيادة شوية لو انت عايز الحاجة بشكل عاجل، تختار الخيار ده. وتحت فيه خيارات الباكج والعبوات لو انت عايز تختارها. اهو ادي الادرس بوك، كمان تقدر تضيف اكثر من عنوان. يعني ممكن مثلا لو انت موجود دلوقتي في مصر فتضيف عنوان مصر، بعدين هتسافر السعودية فتضيف عنوان في السعودية، لو عايز تروح تعيش في اي دولة تاني بتقدر تعمل اد ادرس بوك تضيف العنوان للادرس بوك بتاعك. ده كانت فكرة عامة عن موقع myus.com لكيفية الحصول على صندوق بريد أمريكي. وأرجو أن أنتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله.